ظبط هرجع معاك معاك الماتش تاني مرة تانية. عايز للبرنامج. اعرف منك بس بداية قبل البرنامج التدريبي، تمام. اخبار الجو ايه؟ لان الماتش هيبقى الساعة 3 العصر تقريبا، فعايز اعرف اخبار الجو عندك في جنوب افريقيا ايه، وعايزك برضو تقول لي هل في ملامح سواء رصدته ده في وسائل الاعلام او مع المسؤولين في جنوب افريقيا، هل في اخبار عن فكرة حضور جماهيري في المباراة ولا لا؟ لانه عارف جنوب افريقيا منع الحضور الجماهيري بشكل كامل عن ملاعبها، هل هيسمح ده كاستثناء في مباراة الاهلي وسان داونز ولا لا؟ خليني اقول لك الشق هذين الشقين، الشق الاول بالنسبه لدرجات الحراره، يعني بتتكلم درجه الحراره حاليا 15 درجه مئويه، الامطار استقبلتنا لدى وصولنا لمطار جوهانسبرج، وده كان مش على عاده الايام الماضيه، الامطار النهارده يعني بتهطل على مدار اليوم. بالنسبه للحضور الجماهيري خلينا نحسم لك الامر، نادي سان داونز تلقى موافقه من كان قدم طلب للاتحاد الافريقي وتلقى موافقه بالموافقه على حضور على 10% من سعه استاد سوكر سيتي اللي هيستضيف احداث اللقاء. الاستاد بيتسع ل 95,000 تفرج. استاد اللي استضاف نهائي كاس العالم 2010، واحد من الاستادات المميزه جدا. وبالمناسبه فريق سان داونز لم ياخد اي مباراه من قبل على هذا الملعب، لكن طبعا حصل على موافقه من الاتحاد الافريقي ب 10% من السعه الرسميه للاستاد. عايز اقول لك ان ايضا فريق سان داونز كان اخر لقاءين، يعني بعد لقاء الاهلي وسان داونز تلقى الهزيمه في مباراه في الدوري بهدفين مقابل هدف، ثم فاز في بالامس على فريق في كاس جنوب افريقيا بسته اهداف في احد فرق الدرجه الثانيه. ده الشق الخاص بالجماهير وخاص بدرجه حراره الجو. النقطه الاهم الثانيه، النادي الاهلي هيأدي مرانه غدا بتمام الساعه الثالثه على ملعب كايزر تشيفز، واحد من الملاعب المميزه ايضا. ثم هيكون بقى طبعا يوم الجمعه، وهو اليوم ما قبل المباراه، هيكون الاجتماع الفني الخاص بالمباراه، المؤتمر الصحفي المستر بيتسو موسيماني، المؤتمر الصحفي لفريق سان داونز طبعا منكوبا ورولاني. وبالمناسبه رولاني طبعا هيغيب عن الاداره الفنيه لهذا اللقاء لحصوله على ايقاف لمباراه واحده، هي مباراه الاهلي القادمه مع فريق سان داونز. اقدر برضو اطمنك زميل احمد ان الكابتن محمود الخطيب كان حريص ان هو يطمن على بعثه النادي الاهلي، ودائم الاتصال طبعا بالدكتور محمد شاوي للوقوف على كافه الامور، متابعه مع الاستاذ طارق قنديل، مع الكابتن حسام غالي طبعا الدور المهم، ودي اللي يعني الامور معتاده دايما من الكابتن محمود الخطيب. يتبقى ان شاء الله التوفيق ربنا ان شاء الله للاعبي النادي الاهلي في هذا اللقاء، ونحقق انتصار زميلي احمد باذن الله على فريق سان داونز. ما عندناش شك في ده. بشكرك شكرا جزيلا زميلنا العزيز فاروق صلاح من جوهانسبرج.